مقدمة الشوط، والخمري يتقدم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتقدم في صدارة الشوط، بينما في عملية تضمير وتدريب يأتي الكابتن خليفة بن سالم بالصقعة. بينما المركز الثاني هناك مهول يحتل المركز الثاني، تعود ملكية السمو لهجن العاصفة، بينما في التضمير والتدريب يأتي الواثق حمد بن راشد بن غدير في تضمير المركز الثالث، نقلة إلى المتقدم نجد، تعود ملكية سمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي، والمضمر سالم بن علي بن بخيت المسافري يحتل الآن المركز الثالث. المركز الرابع نقلة إلى ضبيان يحتل المركز الرابع براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، المضمر سيف بن عمير العميمي يتواجد الآن يحتل المركز الرابع. أما الانتقال إلى صغان في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر مسري بن سالم بالعرضية الحميري. بينما المركز السادس هنا شاب يتواجد في المركز السادس، تعود الملكية لهجن العاصفة، تعود عملية التضمير والتدريب إلى الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز السابع يأتي خالي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر علي بن هزيم المسافري يتواجد على المركز الثامن. هنا نايف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر والمتابع علي بن راشد بن حمد بن غدير. اما المركز التاسع، يتقدم صوغان الاخر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المضمر مسري بن سالم بالعرضي الحميري. والمركز العاشر، شعار هجن العاصفه يتدخل مع وجود نجد لهجن العاصفه، والمضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه نتيجة للمراكز المتقدمة أيها المشاركين والمتابعين، يا من تتابع هذه القناة، قناة دبي ريسينج على الهواء مباشرة، حيث تسير قناة الثانية انطلاقها وتواصل مسيرة الانطلاقات المسائية الخاصة بالنخبة في هذا المساء الجميل. نخبة النخبة مشاهدينا الكرام، نسير نعود بحضراتكم إلى بداية هذا الشوط، إلى بداية المشوار، إلى بداية المنافسة والمركز الأول. عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة الشوط، والمسيطر هناك على ناموس هذا الشوط. يا سلام، هنا يتقدم في هذه اللحظات ويأتي إلى المركز الأول الخمري لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر والمتابع يأتي الكابتن خليفة بن سالم بالصقعة. ما شاء الله تبارك الله، انفراد من بداية هذا الشوط وهو منفرد بالمقدمة ومباعد المسافة لان اللي يقود او يتابع الكابتن. نشوف المركز الثاني، هذا هو مشاهد الاعزاء، ياتي بهذه الانطلاقه مهول لسمو الشيخ حمد لهجن العاصفه يحتل المركز الثاني، عمليه التضمير والتدريب تعود الى المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. اما المركز الثالث ننتقل الى نجد لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي، عمليه تضمير وتدريبه تعود الى سالم بن علي بن بخيت المسافري. اما المركز الرابع، تقدم صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، يضمر مسري بن سالم بالعرض الحميري، ولكن براق يخطف المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، المضمر سيف بن عمير العميمي الان غير وخذ المركز الرابع. بينما المركز الخامس يتقدم نايف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. بينما المركز السادس هجن العاصفة تقدم لنا ماي هاب في هذه الانطلاقة، حيث يأتي مع أول لذا لماي هاب وينتزع المركز الخامس المضمر بن غدير. المركز السابع هو صغان وصغان، ولكن تسلل آخر لهجن العاصفة يأتي من خلال هذه اللحظات بوجود إشهاء مغامر من هجن العاصفة، المضمر حمد بن راشد بن غدير في المركز السابع. المركز الثامن، صغان، والمركز التاسع صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، المضمر مسري بن سالم العرض الحميري. بينما المركز العاشر، هذا اللي تسلل الان لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، عمليه التضمير والتدريب الى المضمر حمد بن علي العويسي. هذه النتيجه للمراكز المتقدمه العشره ابن الكريم، ولكن بدايه الشوط والمشوار هناك
الله يا الخمري، الله يا الخمري، ماخذ مساحة كاملة، مساحة كاملة في أريحية كاملة مع هذه اللائحة مشاهدينا الأعزاء، وهو مسيطر وماخذ ماخذ كامل راحته وكامل حريته في مقدمة الشوط. الخمري لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية التضمير والتدريب تعود إلى الكابتن خليفة بن سالم بالصقعة. يتقدم مشاهدينا الكرام كل الجماهير ويتقدم العشاق إلى صدارة هذا الشوط في محاولات أكيد لانتزاع المركز الأول. أكيد الأخوة المضمرين يتابعون المركز الثاني، وصل من خلال مايهاب أو هناك يأتي مشاهدين الأعزاء مهول بالمركز الثاني لهجن العاصفة. المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير بدأ في الاقتراب من خلال الخطوط الأمامية. المركز الثالث وصل مايهاب لهجن العاصفة، المضمر حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع وصلنا لائحة الألف ومئتين، ولكن أشوف المركز الرابع نايف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام، هذه النتيجة. الأربع المراكز الأولى، الأربع المراكز الأولى لا زالت تحيتها، لا زالت منافستها قوية، بينما مهول الآن من السرعة في تهول، في تقدم قوي، في إثارة لحماسي هذا الشوط. الله يمهول لهجن العاصفة، لا زال متقدما ومرافقا له في المهم الواثق حمد بن راشد بن غدير. يتقدم أمام الجماهير، يتقدم أمام العاشقين المتابعين، ولكن يزيد من السرعة، يزيد من أدائه المثير، يزيد من أدائه المميز. ما شاء الله مهول في صدارة الشوط، بينما المركز الثاني بعد هذا الفارق يأتي كذلك شعار هجن العاصفة ليتقدم من خلاله مايهاب إلى الثاني في هذه الانطلاقة. ولكن المسافة اللي تفصلنا عن الأول والثاني والله مسافة ما هو قصيرة، مسافة كبيرة تقريبا 200 متر. ومهول مسيطر، مهول مسيطر، يطير الحمام في الشوط، يسير ينتقل إلى المركز الأول ويتجول هناك ويحط الرحال إلى ناموس هذا الشوط ليهدي العاصفة وهجنها. أجمل تحية وأجمل ناموس، ما شاء الله مهول على صدارة هذا الشوط، يزيد من سرعته، يتفوق على المشاركين لأن أداه يتفوق، أداه يهول، أداه دائما في المسيرة في الاعتيادية دائما إلى فوق. هذه لحظات الوصول لهجن العاصفة ومهول في المركز الأول، بينما المركز الثاني يأتي مهاب من هجن العاصفة. المركز الثالث يصل لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني شاهين. المركز الرابع سلود لهجن الرئاسة. المركز الخامس يتقدم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدين الأعزاء كانت هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، حيث يأتي النشاط، حيث تأتي المنافسة القوية في هذا الملتقى وفي هذا الشوط. نعود بالتوقيت الزمني لحظات الوصول إلى مهول، حيث وصل مشاهدين الكرام متقدما بتسع دقائق 20 ثانية، 8 أجزاء من الثانية توقيته الزمني. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهنية إلى الواثق حمد بن راشد بن غدير. أكيد والجمهور متعطشة، والجماهير متعطشة لمتابعة هذه الشعارات التي تتصدر أشواط الختام، تتصدر أشواط الختاميات في كل موسم دائما مع أشواط الرموز وغيرها من الأشواط المميزة الحساسة. المركز الثاني وصل مايهاب بتسع دقائق لهجن العاصفة بن غدير. المركز الثالث اللي فاجأنا في اللحظات الأخيرة كان شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بتسع دقائق 30 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس كذلك إلى المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي. إلى هنا مشاهدي الكرام يأتي نهاية هذا الشوط الرابع لتنطق نخبة من هذا المساء في سن الإذاع وسن الاستمتاع.